الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدين يتحدث اليوم على الاقتصاد الموازي في تونس. يقول الاقتصاد الموازي يمثل ما بين 35 و50% من الاقتصاد، ويقول هذا رقم خطير. سعيدين يقول بأنه كل دول العالم عندها اقتصاد موازي، ولكن الخطوة أو الخطورة اللي تختلف حسب اختلاف النسب. وقت يتجاوز 30% واللي خطير جدا ويدمر الاقتصاد المنظم، رغم بعض إيجابياته حسب تعبيره. واعتبر سعيدين أنه فما أسباب كثيرة ساهمت في توسع الاقتصاد الموازي في تونس، وكان يمثل فقط 10% يعني في السابق. ولعل أهم الأسباب هذه هي المساهمة غير المباشرة للدولة، معناها مثلا في انتشار الاقتصاد الموازي. يقول بأنه وقت تضعف الدولة ينتعش الاقتصاد الموازي، وقت تولي الإدارة متشدة جدا والضرائب مشطة يصبح الاقتصاد الموازي أرحم بالنسبة للفئات المستفيدة منه. يقول بأنه من الأسباب الأخرى زادة المهمة اللي ساهمت في توسع الاقتصاد الموازي هي اقتراض الدولة كثيرا من بنوك تونسية وإقصاء المؤسسة التونسية من التمويل. هذا ما ساعد في ظهور أجهزة تمويل موازية تمول للاقتصاد الموازي، والأمر خطير جدا. وقال أن تونس في حاجة اليوم لإصلاحات عميقة للاقتصاد ليتعافى وخلق ما بين 70 و80 ألف موطن شغل في السنة. العودة المدرسية على الأبواب. اليوم أقبل العزيب الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الأساسي وصف العودة المدرسية المقبلة بالمرتبكة بالنظر إلى الوضع المزري للتعليم الأساسي اليوم، وكشف أنه 32 ألف مدرس أو مدرسة تم حجز مرتباتهم وحجز دفاتر الكنام الخاصة بهم، وعفى أكثر من 500 شخص من خطة مدير. وندد قبيل العزابي بتعمد وزير التربية تغيير شروط الترشح لخطة مدير مدرسة، وقال أنه هذا توجه انتقامي من المدرسين والمدرسات، والتوجه نحو محاولة تفجير النقابات من الداخل حسب تعبيره. قال فما نظام أساسي قطاعي ينظم عملية الترشح لخطة مدير مدرسة، وعدم احترام القانون يفتح الأبواب نحو تدجين المدرسة والتعيين بالولاءات. ويقول بأنه محمد علي البغديري ليس سلطة تشريعية من أجل تغيير القوانين والدوس على المقاييس. يستنكر زادا كيف عدم صرف وزارة التربية المنحة الريف لمدة سنتين واللي تخص أكثر من 1800 مدرسة، اعتبارا لأنه ثلث المدارس هي ريفية في تونس. قال بأن المدارس الريفية تفتقر لأبسط مقومات العيش من ماء صالح للشرب وكهرباء منذ سنتين، ولم يتم صرف منحة الريف في توجه نحو إلغاء هذه المنحة وإلغاء المدرسة الريفية، واعتبرها مجرد مدرسة ابتدائية. دعا زادا كيف إلى يعني دعا المدرسين والمدرسات لمقاطعة المشاركة في إسناد إدارات المدارس الشاغرة بسبب إعفاء معناها المديرين هذوكم اللي أعفيتهم. يرى أن وزير التربية أغلق العملية التفاوضية مع جامعة التعليم الأساسي، وتمت مراسلته في زوز مناسبات لعقد جلسة تفاوضية، ولكن يقول فمش تفاعل، ما كان فما حتى أي رد لا بالرفض ولا بالقبول، واعتبر هذا التفرد بالرأي باش يزيد من تعقيد الوضع أيام قليلة قبل العودة المدرسية. وكشف أنه الأسبوع القادم باش تنعقد هيئة إدارية وتقر الخطوات شنو باش تعمل بالضبط في علاقة بتعويض المدرسين المعفيين. وقال بأنه وزير التربية تراجع على قرار إعفاء عدد من المديرين، واستثنى من ذلك النقابيين في الجهات وتحديدا من قادوا التحركات في الجهات. وقال العودة المدرسية ما هيش باش تكون ناجحة كما يدعي وزير التربية، لأن وزارة القانون لن تستطيع أبدا تأمين عودة مدرسية ناجحة حسب تعبيره. السفير الأمريكي في تونس جبيهود أكد اليوم أنه هذا اليوم هو رمز متانة العلاقات الثنائية بين البلدين الضاربة في القدم، مشيرا إلى أن تونس استقبلت هذه السنة 20,000 سائح أمريكي، ما يمثل ارتفاع بنسبة 57% مقارنة بالسنة الماضية. جبيهود جدد لدى حلوله ضيف على موزايك اليوم، وبمناسبة الاحتفال بالذكرى 226 لتوقيع معاهدة الصداقة الأمريكية التونسية،
شدد على أنه الولايات المتحدة كانت شريك لتونس منذ عقود وساهمت في عدة مشاريع على غرار مطار تونس قرطاج وعدة طرقات سيارة إلى جانب دعم جهود الدولة في مواجهة الإرهاب. وقال كنا دائما نقف إلى جانب المواطنين في التنمية الجهوية ونشر ثقافة الحياة. واعتبر سفير الولايات المتحدة الأمريكية في تونس أنه الاستقرار هو عامل مهم في تونس لتطوير الاقتصاد والحياة الديمقراطية. وقال فزنا في حربنا ضد الإرهاب بفضل نجاعة وبراعة جنود وأمني تونس وبفضل دعمنا، ولكن اليوم هناك تحدي جديد أمام تونس وهو التصدي لموجة الهجرة غير الشرعية وحماية حدودها مع ليبيا. وأشار إلى أنه الولايات المتحدة تدعم تونس من خلال التعامل مع 53 ألف شركة متوسطة وصغيرة اللي تمثل محرك للاقتصاد التونسي، إضافة إلى تقديم المنح للطلبة والتلاميذ لدراسة اللغة الإنجليزية، البعض منها بشكل مجاني حسب تعبيره. أشدد سفير أمريكا في تونس على أن البلدين زوز تونس وأمريكا قاموا بالكثير معا وما زال التعاون بينهما متواصل، وقال يمكننا بناء المستقبل مع بعضنا البعض حسب تعبيره. حسب إذاعة موزايك فإن الدائرة الجناحية الصيفية لدى محكمة الاستئناف بنابل قررت اليوم الاثنين 28 أوت 2023 قبول الاعتراض شكلا وفي الأصل بثبوت إدانة صاحب قناة تونسنا عبد الحميد عبد الله مع النزول بالعقاب البدني من 3 أعوام إلى عام واحد سجن مع النفيذ العاجل من أجل القتل على وجه الخطأ. تجدر الإشارة هنا إلى أنه الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف بنابل سبق لها وإن صدرت بطاقة إيداع بالسجن في حق المعني بالأمر، وهذا إثر اعتراضه على الحكم الغيب القاضي بسجنه مدة 3 أعوام مع النفاذ العاجل، وذلك على خلفية حادث مروري ارتكبه منذ أعوام وأدى إلى وفاة 5 أشخاص. في الأزمة الليبية، رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد دبيبة أدى اليوم زيارة لمقر السفارة الفلسطينية في ليبيا، وأعلن دبيبة خلال زيارته إقالة وزيرة الخارجية نجلة المنقوش، واعتبر تصرفها فردي بعد لقائها الأخير اللي جمعها بنظيرها الإسرائيلي. وأكد دبيبة لأعضاء السفارة الفلسطينية أن ليبيا ترفض التطبيع مع الحكومة الإسرائيلية، وشدد على وقوف بلاده حكومة وشعبا مع القضية الفلسطينية. وكان فما احتجاجات البارح في ليبيا في عدة مناطق على خلفية اللقاء هذا اللي تم كشفه صار في العاصمة الإيطالية روما بوساطة إيطالية بوساطة أنطونيو تاياني. لقاء معني هو قالوا أنه لقاء ملول، قالوا لقاء معناها خاطف، ولكن بعد تم الإعلان إلى أنه كان لقاء مبرمج ولقاء مخطط له منذ مدة.